بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عبادي. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاد وعملت بكتابي واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواري فقبضك إليه باختياري وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقي. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعا، وأعلام القاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحا، ودعوة من ناجاك مستجابا، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا،
وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضيا، وجوائز السائلين عندك موفرا، وعوائد المزيد متواترا، وموائد المستطعمين معدا، ومناهل الظماء مترعا. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.